السلام عليكم، لك الأفلام من قناتكم المفضلة. غادي نقدم اليوم ملخص فيلم. أهلا بكم متابعينا مع فيديو جديد وملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نشوف. بتبدأ قصتنا مع أسماء يوم فرحها واللي اضطرت تلغي بعد ما اكتشفت خيانة خطيبها ليها، وكمان عنده بنت من واحدة تانية. في نفس الوقت أسماء بيجيلها دعوة للشغل في بكين، في جريدة بتشتغل فيها صاحبتها سكار اللي عايشة هناك مع زوجها. بتسافر أسماء على بكين وتستقبلها صاحبتها وزوجها في المطار، وبياخدوها على السكن بتاعها اللي بيكون قريب منهم. أسماء بتروح على الجريدة عشان تستلم شغلها، وبيكون لها عمود صحفي تكتب فيه عن بكين، وبتشوف صور لأشهر الأماكن في الصين عشان تزورها بمساعدة المرشد السياحي بتاعها. أسماء بتنزل على أول مكان بس بتكون مش عارفة المحطة اللي هتنزل فيها ولا حتى عارفة لغتهم، فبتكلم صاحبتها عشان تسألها عن المكان، وبيسمعها شاب وبيقول لها على محطتها وبيقول لها إن اسمه تشانج. ولما أسماء قالت له على اسمها كان مصر إن اسمها أشيم، على اسم البنت اللي موجودة في الرواية اللي بيقراها. تشانج بيدي أسماء كتاب وبيطلب منها تتعرف على الصور اللي فيه لحد ما يقابلها تاني ويشرح لها قصته. بتصوره أسماء وهو نازل بكاميرتها، بتشوف صاحبتها الصور بالصدفة وبتفرح إن بقى الأسماء قصة حب في بكين. بتخرج أسماء مع صاحبتها في جولة وبتحاول تشرح لها عن الأماكن اللي في الصور معاها، وبتتفاجئ أسماء إن الإسلام منتشر إلى حد ما في الصين. بتسلم أول مقال ليها عن الإسلام في بكين، وبتقابل أسماء بنت اسمها ساني وبتكون المرشدة السياحية بتاعتها، بتاخدها جولة في سور الصين العظيم. أسماء بتكتب مقالة عن المكان وإن كل حجر فيه بيتكلم عن قصة ضحايا الحرب اللي ماتوا. بتفضل أسماء تتفرج على الصور اللي في الكتاب اللي اداهولها تشانج وبيبقى نفسها تعرف قصته. أسماء بتكمل مع المرشدة السياحية وبتشوف شخص مسلم، بتطلب إنها تعمل معاه لقاء، وبتعمل أسماء لقاءات مع مسلمين كتير في الصين، وبتكتب مقال عن الإسلام وعن دخول الصين في القرن السابع، وإن الإسلام واحد من الديانات الخمسة في الصين، وإنها دلوقتي واحدة من 250,000 مسلم في بكين. لكن لما أسماء بتاخد صور لبعض الأماكن بتحس بوجع في راسها وبتدوخ وتوقع اللي في إيديها على الأرض، ولما بتروح بيجيلها نفس الألم تاني، بتجيلها سكر عشان تهتم بيها. أسماء بتروح عشان تعمل مقال عن أكبر مسجد في بكين، لكنها بتتفاجئ بتشانج وهو بيقولها إنه أخيرا شافها تاني، وكمان هو موجود هنا عشان هو مرشدها السياحي الجديد، لأن مرشدتها اعتذرت وبتسأله عن علاقته بساني المرشدة بتاعتها، بس هو بيقولها إنهم مجرد أصدقاء عم. أسماء بتسأله لو بيعرف اللغة الإندونيسية لأنه رد عليها لما كانت بتكلم صاحبتها في الباص. تشانج بيحكي لها إن المسجد عمره 1000 سنة وإنه مميز عن باقي المساجد لأن فيه كتابات عربية ورموز إسلامية، ويوريها برج مراقبة بيستخدمه الأئمة عشان يعرفوا أول يوم رمضان. أسماء بتقوله إنه يعرف معلومات كتير قوي وبيبقى نفسها إنها تسأله عن ديانته، لكنها بتتردد تطلب منه انه يدخل معاها المسجد بس بيرفض، وان ديانته بتحرم عليه انه يدخل المسجد لانه مش مسلم. بتدخل اسماء المسجد وبتلمحه وهو بيرتب الاحذية قدام المسجد، فبتشتري له طاقية مكتوب عليها ايات قرآنية. شانجي بيسألها هو فعلا ممنوع ان النساء المسلمات يسلموا على الرجالة زي ما عملت معاه في الباص؟ فبتقوله ممنوع فعلا على النساء مصافحة الرجال إلا المحارم زي الزوج مثلا، بس تشانج كان رأيه إن العالم بدون أديان هيكون خالي من الحروب. بس أسماء بتقول إن كل ده مش بيحصل بسبب اختلاف الأديان، لكنه بسبب الطمع، وإن العالم بدون أديان هيكون دموي. أسماء بتشرب الشاي مع تشانج على الطريقة الصينية، وبيحكي لها إنه من قرية فقيرة جدا في الصين، وإن قريته فيها مجاعة ومنتشر فيها الأمراض. بيطلب منها إنه ياخدها يوم لقريته لأنها بقت مميزة بالنسبة له. بتطلع أسماء الكتاب اللي اداهولها وبتطلب منه يحكي لها المكتوب فيه، ويبدأ يحكي لها عن أسطورة قديمة لبنت اسمها أشيمة، ووعدها إنه هياخدها عشان تزور تمثال البنت دي. بترجع أسماء وتحكي لصاحبتها عن تشانج واللي حصل، بس بتقول لها صاحبتها إن تشانج بيشبهها بأشيمة اللي في الرواية اللي معاه، وإنه قريب هيطلب إيديها للزواج، لكنها لازم تخليه يعتنق الإسلام الأول. بتروح أسماء تفتح الباب وبيكون خطيبها جه من إندونيسيا عشان يشوفها ويرجع لها بعد ما قرأ عن مقالتها، بس صاحبتها بتقفل الباب وتقول لها إنهم انفصلوا خلاص والمفروض إنها تجوزته. للأسف أسماء بتوافق تقابله لأنه قطع مسافة طويلة عشانها، بس هو بيحاول يقنعها إنهم يرجعوا لبعض لأنه لسه بيحبها، فبتسيبه أسماء وتمشي.
بس ما بتروح تقابل تشانج وبيديها تذكرة لليونان عشان تروح معاه يزور تمثال أشيما، بس خطيبها بيكون مراقبها وبيطلب منها تركب معاه، لكنها بتطلب من تشانج إنهم يمشوا، لكن تشانج بيستغل الفرصة وبيطلب منه يوصلهم لمعبد السماء والأرض. بيركبوا معاه بس أسماء بتحط السماعات عشان ما تسمعش كلامه عن الارتباط. بيوصلوا للمعبد وبتطلب أسماء من خطيبها إنه يصورها مع تشانج، وبيفضل تشانج يشرح لها عن المعبد وكأن خطيبها مش موجود. أثناء شرح تشانج للمعبد بيقطع خطيب أسماء وبيسأله عن ديانته، فبيقول له تشانج إنه بيؤمن بوجود ربنا لكن مش بيؤمن بأي ديانة تانية. بيوديهم تشانج المكان فيه أكل إسلامي. خطيب أسماء بيفضل يبعت لها رسائل اعتذار وورود بس هي بتردش عليه، لكن أسماء بتبدأ تحس بأعراض غريبة وبتبقى دايخة وحاسة إنها تعبانة وتمسك دماغها، وبيغمى عليها وبتاخدها صاحبتها سكار للمستشفى، وبيقول لهم الدكتور إن عندها متلازمة هتخليها تعاني من جلطات وهيوصل بيها الحال لفقدان البصر. بتطلب أسماء من سكار إنها ترجع بلدها تتعالج هناك، وبيروح تشانج عشان ياخد أسماء على رحلة اليونان، بس بتكون رجعت إندونيسيا وسابت له رسالة مع سكار بتعتذر منه فيها وإن عندها مشاكل هتحلها وترجع له تاني، وبيزعل تشانج إنها سافرت من غير ما تقول. بتسأل أسماء والدتها عن نوع مرضها، فبتقول لها إنها متلازمة أجسام مضادة وإن المرض ده ممكن يسبب جلطات الدم في أي وقت، ولحسن الحظ إن مرضها من النوع التاني اللي ممكن يسيطروا عليه بالعلاج. أسماء حالتها بتسوء، بتبقى مش قادرة تمشي، ومع الوقت بتمشي على علاج طبيعي عشان تقدر تتحرك. وبيضطر تشانج يبعت لأسماء رسائل وبيعرفها إنه زار المسجد اللي راحوا قبل كده وكان عنده أسئلة كتير ليها، بس هي مش موجودة. بس لحسن الحظ إنه قابل الإمام وجاوبه على كل الأسئلة. تشانج بيعلن إسلامه، وساعتها بتبدأ أسماء إنها بتحسن، وبتجيلها صاحبتها ومعاها جواب من تشانج وإنها وحشاه جدا، وبترجع أسماء للبيت وبتقرأ أذكار الرسايل لأسماء وبتبدأ تعيط من كلام تشانج. بتيجي أنيتا البنت اللي بوظت فرح أسماء وبتعتذر منها وبتطلب منها ما توافقش ترجع لخطيبها تاني، وتقول لها أسماء إن حالتها ما تسمحش إنها ترتبط بأي حد. ووقتها بتكون سكار بتقرأ رسائل أسماء وبتجيلها رسالة من تشانج وبتكلمه على أساس إنها أسماء وتطلب منه يجي إندونيسيا. سكار بتجهز أسماء عشان تشانج هيجي من غير ما تعرف، بس بتحس بوجع في عينيها وبتفتكر إنه بسبب المكياج. بيوصل تشانج وفي نفس الوقت بيوصل خطيب أسماء، لكن أسماء فجأة بتفقد البصر في لحظة دخول تشانج، وبتسمع أسماء صوته وبتطلب من أمها إنها توصلها عشان تقابله. أسماء بتقابله وبيكون نفسها تشوفه، فبتلمس وشه عشان تحس بوجوده. وبعدها بيغمى عليها وبياخدوها للمستشفى، وخطيبها بيتأكد خلاص إنها حبت حد غيره وعلاقتهم انتهت. الدكتور بيقول لهم إنهم قدروا ينقذوا بصرها، بس هي دخلت في غيبوبة، وفي الوقت ده تشانج بيكون جنبها مش بيسيبها اللحظة، وبيعدي الوقت بس لسه ما فقتش. فبيطلب تشانج من والدة أسماء إيديها للزواج وإنه جاهز يواجه معاها أي حاجة لأنها سبب في هدايته. أسماء بتفوق، لكن الدكتور بيقول لهم إن الجلطة كانت قريبة من مراكز النطق وما قدروش يسيطروا عليها، وللأسف أسماء فقدت النطق للأبد. أسماء بتبقى خايفة إنها تتجوز تشانج وتأثر على حياته، بس هو بيطمنها وبيقولوا إن نفسه إن آخر الطريق يوصلهم للجنة سوا، وفعلا بيتم زواجهم وبيعيشوا في بيت الطبيب المسلم اللي كانت عملت معاه لقاء قبل كده. بيهتم الطبيب بيها وحالتها بتتحسن ووجعها بيختفي، وفي نهاية القصة أسماء بتكون حامل وتشانج بيفرح جدا إن ربنا بعت لهم هدية. ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده. Biraz daha tehenne
الله.